السلام عليكم تقاتك بالشيخ بانش تمام جيتك اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. فلا تنسوا لايك واشتراك وسويتوا وجود تحت صندوق الوصف تابعوني عليه كامل تابعوني على سناب بعد و ليتس جو نبدا المقطع. يا سمعت اخر خبريه؟ شوفوا انا جبت تلفزيون جديد. جبت مايك يا عيال صراحة ما أدري كيف راح تكون جودة الصوت. إذا كانت زينة الله يعطينا العافية، إذا كانت مو زينة الله يعطينا العافية. إيش بسوي يعني؟ خلاص جبت مايك وقدر الله وما شاء فعل. لا يا شيخ كل جد بس. خلنا نبدأ بالمقطع أحسن لنا. وليتس جو. تقول إنك شيء تكذب في السي في وتحصل. لما تكذب في السي في ويقفشونك. تحدث 9 لغات. إيش بك سكت؟ لا أنا فعلا بتكلم إيش هي هذه اللغات؟ بس مش بطلاقة. طيب إيش هي هذه اللغات على السريع؟ في ياباني. أدينا جملة من كل من كل لغة تتحدثها. الياباني. أيوه. أيه هات وجهي هي قد تنطع وصي تيجي أنت رضي. طيب هذا الياباني. وش تاني؟ الياباني فيه طولة فرنسي. إيه قول. ويجي كوبوكو غاتي. طيب. وما دلفيت باردون بي. اللي بعده بسرعة. ما أدري إيش أحسه كذا قاعد يصرف لهم. هذا إيش؟ هيدروغليفي ايطالي ترتيلو سرمتيلو كارتانا ايطاليانا سابيري كاتيلو هيلو. اللي بعده الخامسة. الخامسة الكورية. والكورية لغة ناعمة. يلا قول لنا. سوان سوان تين شيغانتان اسين تين 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 تين. شكله يتحدث 9 لغات هذه من المسلسلات صدقوني. مش تطمنا ابو منى، هي بنتك جابت كم في الثانويه العامه؟ جايبه 99 ومتضايقه. طب ما حلوه قوي ابو منى، دي جايبه 99 دي بتنفذ ديتول. طب وابنك جاب 21% ومتضايق. ما طبعا لازم يتضايق، ده معدله ما يدخلوش الحمام. يا الحمد لله جابت 99. رحنا نجحنا في خرجنا. يا اخي ايش العبارات اللي احس يحطون صور مرات بالغلط، يعني زي ذاك اللي حاط ممنوع طلع السيارة في صحراء. بصر اسرع تشبيكة وارخص. اللي ورا العيال اللي ضحك. I like to move it. تعرض للطرد من القبيلة بواسطة عبيد. ليش طردت؟ يا رجل غريتك كنا سبت الغدا. ايش جوك انت؟ ايش جوك في التصميم ده الخايس؟ لا احسن شيء تدريش انك تقدر تشيك نص خريطه كذا بس تحطه كله جيش. صار قاعد العب كلاش اوف كلانس راجع له جديد. دو ويك اب كوم اون ريلي اوه مسكوورلز. ورانا اشغال حخلص. ايوه لك عافيه. لست ماي جوب. كيف اخسر عملي؟ نايم الشبع. رب الكعبة انه ذكي. يا عيال عندي نكتة. في واحد راح البقالة قال عندك سكر؟ قال لا ما عندي. هذول انا احتاج صراحة. يا هو وش للبس؟ والله يا جدول عليه. عاد استحي من اللي يبي ايفون اكس روح محل الاتصالات اشتري له واحد.
You need to try this. تحتاج انك تجرب هذه. والله يا العفي. وكان قصدي كنت بغني له. ميا بطل يجيب ظني ايش اللي كنت بتغني له. ما شاء الله اليوم جابتكم خلطة صدقون تشكروني على حطونا هنا حطونا بصل ايش هي. شكله يا ياس شكله يا تكنسلها البيت وبيت الجيران وبيوت الحارة كلهم. تبي شغلة حكم المباراة ضعف الجزاء وكرت احمر شو ام ذا مستحيلة هذه الكرة. شوف كيف كرة حارس المرمى الدنة ردت فعل في ضربة الجزاء ايتن هانسر كرة القدم يا رب. الحارس وين؟ يا لعنة ابو حظه يا عيال هذا حظه تراب تراب. كم؟ 7-7 الحساب عندي ابو والله تخليه يا الحساب عندي والله تخليه تم يا اخي اسمع اسمع ما معك فلوس اوكي لا تقعد تقدح اوكي والله العظيم الحساب عندي ما معك اسكت خلاص الحساب عندي قال لك لا خلاص يلا تم ندنا يا لا الضحك هذه انا اعرفها ضحك الشغل هذه انا اعرفها بالكثير بالكثير نص ساعه بعدين تزيق معاك اليوم كامل اعرفها شنو ذا لا حرفيا دسمي حرفيا انا اكثر شخص نومه ثقيل وايش من جرع ايش من جرع عندنا بكم النوم اقول لكم ان صارت عندنا الزواج وبالزواج انا نايم اكثر واحد فاهم الحياه صح من بعدي يا اخي انا شفت واحد هو ولده يشبهون البعض نسخه واحده قد يمكن في بينهم سنه قرابه ولا شيء اقول لك ابوها اهل عالبيزك يا ابو احمد ابوه ابو ولده بس سبحان العظيم نسخه واحده لو تدور لقيتهم يضربون البعض لو من بعيد ابو حمود اقسم بالله بعد ما ترجع للمدرسه استغفر الله بيندنا طلاب ترى كذا تغش ما يعرفون يغشون ابدا ابدا ما يعرفون يغشون سبايك والمصحف في عندنا واحد اوكي هو كذا هنا في ثالث وانا هنا في ثاني هم كذا اوكي هنا في واحد وهنا في انا اخر واحد فانا ايش كنت بسوي انا اخذ من ذا اوكي واعطي ذا هو برضه ياخذ من ذا ويعطيني كذا ما كان يعطيني انا ممكن بعطي يا عيال الولد لا يسمع لا يشوف حتى بالإشارة ما يفهم يسوي لك كذا عند ورقة خويه يبي ياخذ الجواب واخر شي يقول ليش صادوني بس والله العظيم اكثر اختبار سنست فيه اللي هي اختبارات نهاية صف ثاني جوني ناس جلطوني ضحك حقين ثالث اذا كنت تشوف ذا المقطع اتوقع انك للخلف خفاجي كذا اللي كنت جالس ورا قدامك واحد سعودي كذا دبيب وقصير شوي I love you so much هلا يا حياك الله والله خير انت اللي تعال يلا طيب على طول بابا نبغى نغير اثاث البيت وش نغير اثاث البيت ليش كم له عندنا له اسبوع كامل
وشو اسبوع كامل؟ ليش ما قلت لي طيب من قبل؟ يلا خلاص بنغيرها، ادي لي الشغاله. شغاله وشو؟ الشغاله حقتنا صارت مره غنيه، ما عاد تبغى الاشياء بي، لدرجه ان شغالتنا صار عندها شغاله اساسا، وشغاله شغالتنا صارت تسوق لامبورجيني، وهي بعد عندها شغاله، وشغاله شغاله شغالتنا صار عندها حراسه شخصيه من كثر ما عندها فلوس. انا بدي افهم شغله، ليش لما تمثلون الشخص الغني تمثلون انه سعودي وتمثيلكم غلط؟ تمثيل غلط، اللكنة تخليك تقرف اللهجة السعودية، اوكي؟ ودائما السيجار ذا ليش يا اخي؟ استغفر الله العظيم، الموضوع ينرفز. انا مو سعودي بس مرات اتنرفز والله العظيم، يعني قاعد اشوف لا لهجة صح لا لكنة صح، لبس غلط، زي ذول اللي يجون في الاعلانات. انا من التداول لقد ذبحته لامبورغيني، كل الخرنت وتداولك وكل شيء. يا اخي طلعون صوت في الاكل والشرب، ايش وضعكم انتم؟ تراكم ذبحتونا. يا طير سلفني جناحك ولا يوب، هذا كلام يعني يا حمامه عطني جناح انت، انا ابغى يطير. مالو تدري حياه الارض هم وكابه، هذا دنيا ما في كويس، انا ابغى اطير فوق. ايوه زين يا طير، والله نفسي اجرب الحب. ليش ما في رو طياره انت؟ دقيقه احسن شيء اللي قاعد يترجم لهم. الحق السياره دي، الحق السياره دي. استعاده الفتره. شو سوي؟ طيب شو سوي؟ القم. الله البلش. يا الله. صفط 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 على اليمين، صفط على اليمين. خلاص اسمع الحين والله مو ينهاي. والله. استغفر الله. ثلاث سنة كافي. أنا إذا بقنا أحد. حتى. يسري داخل الكويت كله بيت موجود. هذا مع صابون شنو؟ 50 ملي صابون غسل مايرو. ما ادري ليش مايرو وايد وايد حلوه، هذا شايع وايد وايد شايع، عجيبه ما ادري ليش عجيبه. كل الناس شريته، ما ادري ليش شريته، شريته وايد وايد حلوه، ما ادري ليش شريته، شريته وايد وايد حلوه. يا الله ايش قاعد يقول؟ شريته وايد وايد حلوه، هذا مره كويس يا باي. وإلى هنا نكون صنعت الحلقة، لا تنسوا لايك واشتراك وسبت مجدد تاع صندوق الرص، تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد. صلوا على النبي، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وسلام لي. ما أدري ليش شريتها.